وللحديث عن حملات الاعتقال والاختطاف وهدم البيوت المصاحبة لجريمة الاغتيال المستمرة ضد الناشطين، تنضم إلينا عبر الهاتف من عمان الناشطة الحقوقية الأستاذة إيناس زايد. أستاذة إيناس، مرحبا بكم. يعني حملات اعتقال في الفلوجة والطارمية مع تكرار استهداف المدنيين في مناطق بعينها، هل نحن ربما على أمام استهداف أمني ممنهج لمناطق معينة أستاذة إيناس؟ نعم، مساء الخير. يعني بالنظر إلى الحالات التي يتم توثيقها والأمر ليس موضوع الاعتقالات هو أمر ليس بجديد في العراق. نحن نتحدث عن أعداد الرسمية 60,000 معتقل إلى غاية الآن ومغيب قسريا، ولكن هناك العديد من المنظمات الحقوقية التي وثقت ما يقارب ربع مليون معتقل. هؤلاء تم فقط اعتقالهم بالثلاث سنوات الأخيرة. لذلك نعم، فنحن أمام جريمة ممنهجة وجريمة متواترة وما زالت ترتكب لغاية هذه اللحظة. عندما نتحدث عن موضوع أيضا تزايد السجون السرية وصمت الحكومة العراقية عن هذه السجون، الأمر الذي يوحي ويشي بأن الحكومة تعطي الضوء الأخضر من أجل المزيد من الاعتقالات والمزيد من الجرائم الممنهجة من قبيل الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي. أستاذة إيناس، هذه الحملات ينتج عنها في الأغلب عملية اختفاء قسري للمدنيين. على سبيل المثال للحصر، في محافظة صلاح الدين وحدها هناك أكثر من 3,000 مغيب، لكن هنا كيف تنظر المنظمات الحقوقية لقضية الإخفاء القسري في العراق؟ يعني الآن كما ذكرت لك، يعني هناك مؤشرات، هناك العديد من الأرقام التي تعطي انطباع بأن الأمر أصبح يعني مشاع في العراق، وأيضا هناك غطاء حكومي للمعتقلات السرية وأيضا جريمة الإخفاء القسري، وناهيك عن الجرائم التي تتبع الإخفاء القسري وهي التعذيب بشتى أنواع وأبشع الطرق والوسائل. لذلك ف يعني هناك العديد من التوثيقات، هناك العديد من الشهادات التي تبين بشكل واضح بأن مسألة الإخفاء القسري هي مسألة متورطة الحكومة العراقية في القيام فيها وتعطي الغطاء لشرعية هذه الممارسات. القوات الحكومية وحدها هي المسؤولة عن عمليات الإخفاء القسري أستاذة إيناس؟ فعليا هي تمارسها بالشراكة مع بعض الميليشيات المسلحة الموجودة على أرض العراق، ولكن هذا أيضا لا يعفي الحكومة العراقية من مسؤولية ما تقوم به هذه الميليشيات، لأن هذه الميليشيات هي فعليا يعني أيضا يعني مغطاة ويسمح لها أن تتجول في العراق وأن ترتكب الجرائم تحت غطاء حكومي أيضا وبالسماح من الحكومة العراقية. لابد للحكومة العراقية بصفتها سلطة على أرض الواقع وهي السلطة الشرعية الوحيدة على أرض العراق أن تقوم بمنع تلك الميليشيات من ارتكاب هذه الجرائم، لا التستر عليها وإخفاء الجرائم والتهرب من العقاب أو إفلاتهم من العقاب. لذلك فنعم، الحكومة العراقية بالإضافة للميليشيات متورطة في ارتكاب هذه الجرائم. أستاذ إيناس، على ذكر الميليشيات، يعني مصادر مطلعة تؤكد أن عناصر ميليشيا بدر متورطة في عمليات اغتيال واختطاف الناشطين في محافظة ذي قار في الناصرية تحديدا، لكن أنتم كحقوقيين هل وثقتم دور تلك الميليشيات في عمليات الانتهاكات الحقوقية التي تجري في العراق ضد الناشطين والمتظاهرين؟ الميليشيات ترتكب كافة أنواع الجرائم، وفعليا نعم هناك العديد من الشهادات، هناك العديد من يعني حتى مقاطع الفيديو، هناك العديد من الأدلة التي تثبت تورط الميليشيات في ارتكاب العديد من الجرائم، ولكن كما أخبرتك هناك تستر على تلك الجرائم، لا يوجد هناك إرادة سياسية فعلية لمعاقبة المتورطين في ارتكاب تلك الجرائم، بالإضافة إلى وجود دعم يعني لوجستي ودعم يعني أمني لتلك الميليشيات، لا يوجد هناك أبدا أي جدية في محاسبتهم، وهذا الأمر أيضا يلقي على عاتق القضاء أيضا مسألة عدم فعالية بمواجهة تلك الجرائم. يعني المسألة ليست مسألة يعني فقط صمت عن الجرائم، ولكن أيضا الصمت على استمرارها لغاية اليوم وإلى الغد. أيضا لابد من التحرك من أجل إنهاء هذه الجرائم على الفور بكافة المستويات، سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الدولي. من عمان الناشطة الحقوقية إيناس زايد، شكرا جزيلا لكم.